كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ضيوفا معنا في رحاب الحلقة السابعة من حلقات شروح علم مصطلح الحديث لطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مستواه الأول. ضيف هذا اللقاء الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا لكم المشاهدين والمشاهدات. نرحب كذلك بالأحبة معنا هنا في القاعة، كما نرحب بكل من يتابعنا عبر شاشة قناة المجد الفضائية وقناة المجد العلمية أيضا، ونرحب كذلك في الوقت ذاته بأعضاء الأكاديمية الذين يتابعون البث الصوتي الذي يأتيهم حيا على الهواء في هذه الحلقة عبر موقع الأكاديمية المعتمد على الشبكة الدولية islamacademy.net. أيها الأحبة، نود التنويه في هذه الحلقة على طارئ طرأ علينا هذا الأسبوع، وهو أن الحلقة الثامنة والتي ستكون بمشيئة الله تعالى في يوم الأربعاء لن تكون في ساعة المساء، وإنما ستتقدم إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا لمشيئة الله تعالى، وأن هذا لظرف طارئ ولهذا الأسبوع فقط، وسنعيد التنويه على هذا الأمر في نهاية هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. على بركة الله نبدأ في هذه الحلقة في عدد من المواضيع الهامة، كموضوع زيادة الثقة، وموضوع الشاذ والمنكر والتابع والاعتبار. نبدأ بمشيئة الله في قراءة المتن بعد إذنكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ الإمام، قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أبدأ بشرح هذه العبارات التي قرأت، سأطرح بعض الأسئلة فيما تقدم على الإخوة الذين يستمعون ويجيبون إن شاء الله تعالى كما صنعنا في الحلقة الماضية. ذكرنا في الحلقة الماضية تعريف الحديث الحسن لذاته، فما هو التعريف الذي يمكن أن نستله ونخلص به للحسن لذاته من خلال الطرح الذي قدمناه؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، ذكرنا بالنسبة لقول الترمذي عن الحديث حسن صحيح أن ذكرنا أن الحافظ بن حجر اختار توجيهين لهذا الكلام، فما هما هذان التوجيهان اللذان ذكرهما الحافظ بن حجر؟ ونبدأ في درس هذا اليوم. يقول الحافظ عن زيادة راوي الحديث الحسن والحديث الصحيح: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية. ويمكن أن يعبر عن هذا بأن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه فيما يتعلق بضد الزيادة المقبولة. يعني عندنا الآن زيادة ثقة ويقابلها الشاذ، يعني إن لم تكن زيادة ثقة فإنها ستكون شاذة، وهذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فبالنسبة لزيادة الثقة، المقصود بها ما يقع في الأسانيد والمتون من زيادات من بعض الثقات على ثقات آخرين، فيكون هناك اختلاف بين الثقات في سياق بعض الأحاديث، إما في الأسانيد أو في المتون.
وهذه المخالفة التي تقع بين هؤلاء الثقات إما أن تكون مخالفة من واحد لجماعة، أو تكون مخالفة من واحد لواحد مثله. فإذا كانت المخالفة بين واحد وجماعة، على سبيل المثال الحديث يرويه ستة نفر عن شيخ واحد كأبي إسحاق السبيعي على سبيل المثال، خمسة من هؤلاء الرواة رووا الحديث عن أبي إسحاق فذكروه موصولا، واحد من هؤلاء الذين رووه عن أبي إسحاق رواه مرسلا يعني لم يذكر فيه الصحابي، فمن الذي نقدم روايته في هذه الحال؟ أو كيف نوفق بين هذا الاختلاف؟ الحافظ ذكر قيدا قال ما لم تقع منافية، فإذا الزيادة التي يزيدها راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن بناء على هذا الكلام الذي مر معنا الأصل أنها مقبولة سواء من الثقة أو من الصدوق، وهو الثقة الذي خف ضبطه كما قلنا عن راوي الحديث الحسن. فإذا روى هذان الراويان حديثا فيه زيادة، لا شك أنه حينما نقول فيه زيادة يدل هذا الكلام على مشاركة غيره له في الرواية. لو لم يكن هناك مشاركة في الرواية ما الذي أدرانا أنها زيادة؟ يزيد على من؟ لابد أن يكون هناك مشارك له في الرواية. هذه المشاركة كما قلت إما أن تكون من قبل واحد مثله أو من قبل عدد. فالحافظ يقول ما لم تقع منافية، هذا يدل على أن الزيادة التي تأتي إما أن تكون زيادة فيها منافات أو ليس فيها منافات، هذا بناء على هذا العرض الذي ذكره لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإلا ففي بعض كتب المصطلح يذكرون قسما ثالثا وهي الزيادة التي فيها نوع منافات، لكن هذه نتركها إن شاء الله تعالى لكتب المطولات حتى لا تأخذ علينا وقتنا، لأن بحاجة إلى الوقت وليس هذا موضع التطويل فيها، لكن المقصود الإشارة فقط إلى أنه ليس الكلام الذي سنذكره هنا هو الكلام الذي يسلم به على الإطلاق. فدعونا الآن فيما ذكره الحافظ بن حجر، الزيادة إما أن تكون منافية أو غير منافية، نكتفي بهذا. ما هي الزيادة المنافية وما هي الزيادة غير المنافية؟ هنا موطن الإشكال. فيحدد بعضهم الزيادة المنافية بأنها التي لا يمكن الجمع بينها وبين غيرها بحال من الأحوال، بمعنى أن تكون منافية من كل الوجوه، كأن تنفي ما أثبتته الرواية السابقة أو العكس. ويمثلون على هذا بمثال، ليس من الضروري أن يكون المثال صحيحا ولكن من أجل تقريب المعنى للأذهان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه أنه قال ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي حديث آخر في المال حق سوى الزكاة. فعندنا الآن هذان الحديثان متعارضان، أحدهما يثبت أن في المال حقا سوى الزكاة والآخر ينفي أن يكون في المال حق سوى الزكاة. فيقول هنا منافات بين المتنين، لا يمكن إطلاقا التوفيق بينهما، أحدهما يثبت والآخر ينفي. هذه هي الزيادة التي تكون منافية. قد يقول قائل أين الزيادة ها هنا؟ نقول ليس من الضروري أن تكون زيادة، ولكن المقصود بيان ما هي المنافات التي يتكلمون عنها. الزيادة التي ليس فيها منافات ما هي؟ قالوا مثل زيادة الإمام مالك في حديث زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. غير الإمام مالك روى هذا الحديث فلم يذكر لفظة من المسلمين،
قالوا هذه اللفظة لا تنافي لأنها مجرد زيادة فقط. فهذا هو مفهوم المنافات، يعني إما أن تكون معارضة من كل وجه لا يمكن التوفيق بينها وبين الرواية الأخرى، أو تكون يمكن قبولها مع قبول الرواية الأخرى. فإذا المنافات عندهم لابد أن تكون منافات من كل وجه بحيث لا يمكن التوفيق بينها. لكن هل هذه المنافات بهذه الصورة هي التي يسلم بها؟ الحافظ في شرحه ناقش هذه القضية، وناقش كلام بعض العلماء وعلى وجه الخصوص الشافعية منهم، وعجب من صنيعهم كيف أنهم قالوا هذا الكلام وسلموا به بالرغم من أن كلام الإمام الشافعي في الرسالة يدل على خلاف هذا. وذلك أن الزيادة التي يتكلم عنها أهل الحديث غير الزيادة التي يتكلم عنها أهل الفقه والأصول. أهل الفقه والأصول ينظرون إلى حديث من الأحاديث اختلف فيه الرواة، منهم من يصله ومنهم من يرسله، فيقولون الذي وصل الحديث زائد، ورواية الثقة أو زيادة الثقة مقبولة ما دام أنها غير منافية. يقولون ما هي المنافات التي وقعتها هنا بين من أرسل وبين من وصل؟ فالذي وصل لا تنافي روايته رواية من أرسل، إنما زاد عليه زيادة. ما هي الزيادة؟ قالوا ذكر الصحابي، أو الذي وقف الحديث والذي رفع الحديث، قالوا الذي رفع الحديث زاد. ما الذي زاده؟ نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الذي وقف الحديث جعل الحديث من قول الصحابي، فقالوا هذا زائد ولا تنافي بين الروايتين. هذا كلام من؟ كلام أهل الفقه والأصول. لكن أهل الحديث يقولون لا، نحن ننظر نظرة أخرى. ولذلك نقول إن أهل الاختصاص دوما هم الذين يصار إليهم في اختصاصهم. ما الذي نظر إليه أهل الحديث؟ مثل مجلسنا هذا الذي نحن فيه، سواء من قبلكم أيها الحضور هنا أو قبل الذين يسمعون أيضا بعبر هذه الوسائل التي أتاحها الله جل وعلا لنا. فإذا تكلمت أنا في هذا المجلس بكلام، والغالبية العظمى نقلوا هذا الكلام على وجه، مثلا هذا التفصيل الذي ذكرته في قضية زيادة الثقة، لكن جاء واحد ونقل لفظا لم ينقله البقية، أهل الحديث يقولون ما دام المجلس واحدا وهؤلاء عدد من الرواة، نحن لا نتصور أن يحفظ واحد وينسى جمع، هذا محال. فيقولون في هذه الحال إن هذه الزيادة فيها منافات. ما هي المنافات؟ قالوا لأنه يلزم من قبولها تخطئة الجمع والعدد الأكثر الذين رووا الحديث بدون هذه الزيادة. لاحظتم الآن منزع أهل الحديث في هذه القضية، هذا الذي ذكروا. فمثل هذا لا يذهب إليه أهل الأصول والفقه. فإذا كان هناك خلاف بين الرواة في على راوي معين كأبي إسحاق السبيعي مثلا، بعضهم يرويه عنه متصلا وبعضهم يرويه عنه مرسلا، والأكثر هم الذين رووه عنه متصلا والأقل هم الذين رووه عنه مرسلا، ففي هذه الحال لا نتصور أن يحفظ الأقل وينسى الأكثر. أما بالنسبة لأهل الفقه والأصول فينظرون لرواية الزائد، يعني الرواية المتصلة أو رواية الرفع، ينظرون إليها على أنها طريق مستقلة تماما، فيقولون هذا فيه زيادة وهذا مثل الحديث المستقل الذي لا علاقة له بحديث آخر. بناء على هذا نأتي لما قلنا إن فيه منافات، سواء على طريقة أهل الفقه والأصول أو على طريقة المحدثين. إذا قلنا إن الزيادة من الثقة مقبولة، على فرض أن هذه الزيادة مقبولة عند أهل الفقه وعند الأصوليين وعند المحدثين على حد سواء، فمعنى ذلك أن هذا الحديث مقبول والزيادة هذه صحيحة لا إشكال فيها. لكن إن كان العكس، كانت هذه الزيادة فيها منافات لا يمكن قبولها، فالرواية هذه التي فيها الزيادة هي التي قال إنها تسمى الشاذة. فإذا الحديث الشاذ بناء على هذا، نعود إلى ما كنا ذكرناه حينما أشرنا إليه في تعريف الحديث الصحيح، ما يرويه الثقة
مخالفا من هو أوثق منه. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الحافظ بن حجر أراد أن يجمع الكلام فيما يتعلق براوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأننا لو قلنا في تعريف الحديث الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، معنى ذلك أننا تكلمنا عن ماذا؟ عن راوي الحديث الصحيح فقط، ولم نتكلم عن راوي الحديث الحسن. لكن الحافظ بن حجر يقول ينبغي للتعريف أن يشمل الاثنين كليهما، راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، فعبر بالتعبير الذي ذكرته قبل قليل، وهو في تعريفه للحديث الشاذ قال ما يرويه المقبول مخالفا من هو أولى منه. فالمقبول يشمل الثقة والصدوق، يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، كلهم يشملهم وصف القبول. مخالفا من هو أولى منه بدلا من قولنا مخالفا من هو أوثق منه، لماذا؟ حتى يدخل فيه الصدوق، فالصدوق يمكن يخالف من هو أولى منه، يعني صدوقا مثله ولكنه أولى منه بالقبول، فلا نقيد هذا بالثقة ولا نقول مخالفا من هو أوثق منه، لأننا كأننا نصرف الكلام إلى الثقة فقط ولم نتكلم عن الصدوق وهو راوي الحديث الحسن. فعرفنا الآن الفرق بين زيادة الثقة والشاذ، إنه إن لم تكن زيادة ثقة فالحديث شاذ. طيب إذا كان هذا الحديث الشاذ بهذه الصفة، يعني بقيد المخالفة، هل لهم تعريف آخر للحديث الشاذ؟ قلنا نعم، إن هناك من يعرف الحديث الشاذ بأنه ما ينفرد به الثقة، ما ينفرد به الثقة. فإذا هناك تعريفان للحديث الشاذ، أحد التعريفين ما يذهب إليه بعض أهل العلم بأنه ما ينفرد به الثقة، وهذا ذهب إليه مثل أبي عبد الله الحاكم والخليلي صاحب الإرشاد، لكن الإمام الشافعي رحمه الله استدرك على هذا فقال ليس الشاذ ما ينفرد به الثقة، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. وكلام الإمام الشافعي ينبغي أن يكون أولى بالقبول، لأن لو قلنا إن الشاذ ما ينفرد به الثقة للزم على ذلك أن نرد جميع الأحاديث الأفراد، أي الحديث الذي لم يرد إلا من طريق واحد، وهو الذي سميناه في السابق الغريب والفرد، فيلزم عليه أن نرد هذا، إلا إذا قلنا إنهم لا يعنون بالشذوذ الرد، وإنما مجرد وصف للحديث، يعني حديث يرد من طريق واحد يقول هذا شاذ، مثل ما لو نقول غريب أو فرد. إذا كان بهذا الشيء فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن ينبغي أن يقصر هذا الاصطلاح على صاحبه، فنقول هذا اصطلاح من؟ هذا اصطلاح الخليلي والحاكم، لكن لا يلزم منه أن يكون هو الشاذ المعتبر عند أهل العلم، وهو الذي يلزم منه رد هذه الرواية. جدير بالذكر أن استعمال أهل العلم في القرون الثلاثة الأولى على وجه الخصوص للفظة الشاذ نادرة الوجود، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بهذا التعريف الذي ذكرناه من حيث المخالفة، لكنهم يطلقون لفظ الشذوذ أحيانا، يعني هو موجود في إطلاقاتهم ولكنه قليل، يطلقونه على الشيء المخالف عموما، يعني لا يلزم منه مخالف الثقة من هو أوثق منه، لا، وإنما لو روى راو حديثا من الأحاديث مخالفا لقواعد الإسلام العظام يقولون هذا حديث شاذ، يعني لا يلتفت إليه بغض النظر عن كم الذي رووه أو من الذي رواه، هل هو ثقة أو غير ثقة، بل هل لهذا الحديث إسناد أو ليس له إسناد، لأن وجدناهم يطلقون هذا الكلام أيضا على أحاديث ليس لها أسانيد، فإذا هم يتكلمون عن المتن من حيثه، يعني يقولون هذا المتن مخالف لقواعد الإسلام العظام، فهذا شاذ يترك يرمى لا يلتفت إليه، فهم لا يتكلمون عن الشاذ من الناحية الاصطلاحية التي نتكلم عنها، هذا موجود في كلام بعض الأئمة. طيب إذا ما الذي يتكلمون عن في هذه الحال؟ كانوا يستخدمون لفظة منكر، يطلقون وصف النكارة على الحديث الذي بهذه الصفة، الذي فيه مخالفة أو الذي فيه تفرد لا يمكن قبوله. تذكرون ذكرنا في الدرس السابق حديث محمد بن عمرو
ابن علقمة ابن وقاص في روايته عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي. وقلنا إن أبا حاتم الرازي قال عن هذا الحديث: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. فإذا وصف رواية محمد بن عمرو بالنكارة، وقد يصفون رواية الثقة أيضا بالنكارة. مثل ماذا؟ مثل حديث رواه يحيى بن محمد النيسابوري وهو إمام، رواه عن مسدد عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد. هذا الحديث حدث به يحيى بن محمد النيسابوري، وأبو زرعة كان جالسا، فقال له أبو زرعة الرازي: هذا خطأ، ليس هذا هكذا، حدثنا مسدد، يعني أنه أن أبا زرعة روى الحديث عن شيخ يحيى النيسابوري، يحيى بن محمد النيسابوري، فقال: حدثنا مسدد عن معتمر عن حميد عن أنس، يعني في رواية يحيى النيسابوري معتمر يرويه عن أبيه سليمان التيمي عن أنس، وأبو زرعة يقول: لا، ليس الحديث من رواية سليمان التيمي، وإنما من رواية معتمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه سليمان التيمي. فقال يحيى: اضربوا عليه، يعني سلم لأبي زرعة، لأن أبا زرعة إمام حافظ، يعني إذا نزل في الميدان فليس هناك مصارع. أبو حاتم الرازي أيضا لما ذكر له هذا الحديث قال: حدثنا ابن أبي شيبة وغيره عن معتمر، يعني هذه رواية غير رواية مسدد، يعني هذه متابعة لرواية مسدد من طريق أبي زرعة، فقال: حدثنا ابن أبي شيبة وغيره عن معتمر عن حميد عن أنس، يعني كما قال أبو زرعة رحمه الله. لكن الشاهد يقول: ولو كان عن التيمي لكان منكرا. قل لو كان الحديث عن سليمان التيمي لكان منكرا. كيف يكون منكرا والإسناد كله ثقات؟ قال: لأن هذه الرواية غريبة، فالحديث معروف أنه من رواية معتمر بن سليمان عن حميد، لكن إذا كان معتمر عن أبيه عن أنس فهذه رواية منكرة، ليست هي الرواية المعروفة، يعني شذت عن الرواية المعروفة. فإذا هذا يدلنا على ماذا؟ على أنهم يطلقون لفظ النكارة على ما هو أعم. ما هو أعم من ماذا؟ أعم من القيد الذي ذكره الحافظ حينما حد الحديث المنكر بأنه مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فيقول: إذا كانت المخالفة من مقبول وهو الراوي الثقة أو الصدوق، هو راوي الصحيح أو الحسن، إذا كانت المخالفة من هذا من هذه صفته هذا نقول عنه شاذ. إذا كانت المخالفة من مخالفة من راوي ضعيف أو صدوق لكن في حفظه ضعف، أو من مستور يعني لم يوثق من إمام معتبر، فالمخالفة في هذه الحال نقول عنها إنها منكرة. فيقول: إن هناك اشتراكا بين الشاذ والمنكر في قيد المخالفة، بأن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لكن يفترقان في ماذا؟ في أن الشاذ مخالفة المقبول، وأما المنكر فهي مخالفة الذي لا يمكن قبول خبر على الانفراد وهو الضعيف أو المستور ونحوهما. فبهذا المثال الذي ذكرته يتضح أن الكلام عند العلماء السابقين أعم بالنسبة للمنكر، قد يطلقون المنكر على مخالفة الضعيف، على مخالفة المستور، على مخالفة الثقة، على مخالفة الصدوق، يتضح هذا من أمثلة عديدة عندنا. لكن بعد أن استقر الاصطلاح، وإذا أردنا أن نفهم الآن في هذه المرحلة الابتدائية لنا المصطلح، ينبغي أن نفهمه كما قال هؤلاء الأئمة بغض النظر عن هذا الخلاف. فنقول: الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، بس ونفهم هذا ونمشي. المنكر مخالفة الضعيف أو المستور لمن هو أولى منه. ونعرف الآن الفرق بين الشاذ والمنكر بهذه الصفة، يعني الشاذ له وصف والمنكر له وصف. يقابل الشاذ المحفوظ، يعني إذا قلنا إن الرواية التي زادها
راوي أصبحت مقبولة عندنا ونسميها زيادة ثقة، يسمون هذه الزيادة أو ذلك الحديث المحفوظ. يعني ما يقابل الشاذ هو المحفوظ، ما يقابل المنكر هو المعروف، وهذا شيء معروف شرعا، المعروف والمنكر متقابلان، كذلك الشاذ والمحفوظ متقابلان. فالرواية التي يحكم عليها بالشذوذ، الرواية التي نافتها وأصبحت هي المقبولة هي التي نسميها المحفوظة، والرواية غير المقبولة هي التي نسميها الشاذة. أظن بهذه الصفة أصبح عندنا يعني وضوح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. هل في شيء قبل الاعتبار والمتابع والشاهد؟ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. إذن هذا مع الضعف هو الذي تكلمنا عنه وهو الحديث المنكر. لكن بناء على هذا الكلام أيضا الذي ذكره الحافظ، هم يفصلون يقولون أيضا كما أننا قلنا في المنكر إن له تعريفين، وهو أن بعض أهل العلم يقول عن آسف بالنسبة للشاذ أن له تعريفين، بعض أهل العلم يقول عن الشاذ إنه ما ينفرد به الثقة، كذلك أيضا بعض أهل العلم قالوا عن المنكر إنه ما ينفرد به غير المقبول، يعني كالضعيف والمستور ونحو ذلك. وأنا أقول إن أكثر إطلاقات أهل العلم وصف النكارة على الأحاديث بهذه الصفة، على سبيل المثال الاصطلاحية يا شيخ، الصفة الاصطلاحية، على الصفة الاصطلاحية، يعني المنكر يطلق على ما يتفرد به الضعيف والمستور، ويطلق على ما يخالف فيه الضعيف والمستور من هو أولى منه، يطلق على الاثنين كليهما. لكن في استعمالات الأئمة سنجد الأول وهو التفرد، ما يتفرد به الضعيف والمستور أكثر من وجود المخالفة. وأمثل بمثال يذكرونه في كتب المصطلح وهو مثال جيد. فهناك راو يقال له أبو زكير، هذه كنيته، واسمه يحيى بن محمد بن قيس، روى عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم قال يا ويله عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا الحديث تفرد به أبو زكير، هذا يحيى بن محمد بن قيس، هو عدل في نفسه هذا الراوي، لكن مشكلته أن حافظته ضعيفة، ومسلم أخرج له في المتابعات والشواهد في صحيحه، هذا دليل من مسلم على أن الأصل في هذا الراوي أنه عدل، لكن إخراجه له في المتابعات والشواهد يدل على أنه ما اعتمد عليه فيما يحتج به، ولكن أخرج له فيما يتأكد لديه أنه أصاب فيه. أبو زكير تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة، لم يروه عنه أحد غيره، ولذلك أطلق كثير من أهل العلم على هذا الحديث وصف النكارة، ومن جملتهم النسائي على سبيل المثال، فقال عن هذا الحديث إنه منكر، وكذلك غير النسائي. فهذا إذن مثال على ما يتفرد به من لا يقبل تفرده، مثل يحيى بن محمد بن قيس أبي زكير، هذا تفرد عن هشام بن عروة بهذا الحديث، وتفرده عنه غير مقبول في هذه الحال، فحديثه هذا يسمى حديثا منكرا. ننتقل بعد هذا لمبحث جديد وهو المتابع والشاهد والاعتبار. طيب ممكن نفتح باب، إذا كان هناك أي سؤال على ما مضى فتفضلوا به قبل أن ننتقل طيب لهذا المبحث. نأخذ أخونا سلطان. حسن الله إليكم يا شيخ، بالنسبة الآن مسألة الشاذة، هل يقال أن للشاذ ثلاثة تعاريف؟ الأول ما ينفرد به الثقة، والثاني مخالفة الثقة لمن هو أقلل منه، أو يقال أيضا هناك عموم بين التعريف الثاني والثالث وهو مخالفة المقبول. لكن ما هو الثالث؟ أنت الآن ذكرت المقبول يا شيخ عموما، وهو يشمل الثقة وغيره، والثاني اللي هو الثقة يخص بالثقة، والثالث تفرد. حسن الله عملك. طيب تجيبون على هذا يا شيخ؟ ما نجيب على أحسن على سؤال سؤال أفضل. فقول إن الشاذ ليس له إلا تعريفان فقط، سواء قلنا إنه مختص بالثقة أو بالمقبول، فليس هناك تنافي. إذا قلنا المقبول فيدخل فيه الثقة، فالثقة مقبول. فالحافظ بن حجر حينما استخدم هذا اللفظ إنما استخدمه ليشمل راوي الصحيح وراوي الحسن على حد سواء. لكن لماذا
لم نجد مثل هذا القيد الذي ذكره الحافظ ابن حجر أو هذا التحفظ موجودا عند العلماء السابقين. السبب ما كنت ذكرته في مرة ماضية، وهو أن العلماء السابقين ما كانوا يفرقون بين الصحيح والحسن، فالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان قد يخرجون أحاديث يمكن يحكم عليها بعض الناس بأنها حسنة، لكنهم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فلا يقولون هذا صحيح وهذا حسن. فبناء عليه كل راوي حديث مقبولا عندهم يقال له ثقة. لكن كلامنا كله بعد استقرار الاصطلاح، يعني بعد مجيء ابن الصلاح ومن جاء بعده، حينما حدوا هذه الأنواع بحدود وعرفوها بتعريفات، فنحن نمشي على هذا. ومن أراد بعد ذلك أن يدخل في مسائل الخلاف هذا فيه كتب المطولات لا نتكلم عنها الآن، نحن الآن نريد أن نقرب هذه المادة لأصحاب المراحل الأولية. طيب فضل عبد العزيز. شيخنا الفاضل، ذكرتم أن ربما يعني يروي الراوي حديثا فينفرد به، وغالب أو غالبية طلاب الشيخ لا يرمونه. ما يكون شيخ في بعض الأحيان، وقد ذكرها علماء الحديث، أن الشيخ ربما يعني يميز أحد الطلاب لنجابته أو ذكاء أو حرصه، فيعطيه حديث معين يرويه له في جلسة خاصة مثلا، أو يقولون أن أحد الطلاب أو لم يحضر مثلا ذلك المجلس كان عند شيخ آخر، أو كانوا خرجوا في وقت المجلس. جميل، ماشي. طيب السؤال حقيقة يعني هو متكرر معنا يا شيخ، موجود هنا، لأنه متكرر معنا هنا أيضا، موجود في الحلقة السابقة لما تكلمنا طيب عن زيارة الثقة. يعني نجيب عنها باختصار، وهو أنه كلامنا كله في حال اتحاد المجلس، لذلك وصفت لكم في حال اتحاد المجلس. أما إذا اختلف المجلس كأن يخص الشيخ التلميذ برواية أخرى أو بمزيد علم ونحو ذلك، هذا لا كلام لنا فيه الآن، هذا يعني الكلام يأتي فيه في مواطن أخرى. لكن نحن الآن نتكلم عن الشاذ ما هو في مثل هذه الصفة التي تكلمنا عنها. نعم، إذا اختلف المجلس فهذه قرينة تدل على أن الراوي الذي جاء بالزيادة يمكن أن تقبل روايته، لكن في بعض الأحيان قد ترد إذا كانت منافية منافات تامة. لكن إذا كانت فقط مجرد زيادة من الزيادات التي يختلفون فيها، كزيادة مثلا الرفع أو زيادة الوصل ونحو ذلك، فإنها تكون مقبولة إذا اختلف المجلس. طيب الأخ إمام تفضل. عندي سؤالين يا شيخ بارك الله فيك. السؤال الأول بالنسبة لتعريف الخليل والحاكم، ذكرتم أحد توجهين، إما أن يعود إلى وصف أو يقصدون به الرد الحديث، فهل وجد في تطبيقات الخليل أو الحاكم ما يعين المراد من أحد المعنيين، أنهم يريدون فقط الوصف أو رد الحديث؟ الحقيقة أنا طيب معاش، يعني أنا بودي أن تكون الأسئلة محصورة، لأن نخشى من ذهاب الوقت علينا، يعني نحن تأخرنا في الحقيقة في المادة، ينبغي أن نسير فيها، والحلقات محدودة بحد، فلو دخلنا في المطولات سندخل في إمتاعات. فمثل هذا السؤال يعني أنا ممكن أجيب عنه باختصار، لكن بودي أن تكون الأسئلة التي تحتاج إلى تطويل تترك لموضعها من المطولات. فأقول إن كلام الخليلي يختلف عن كلام الحاكم في مثل هذه القضية. كلام الخليلي أشد وعورة من كلام الحاكم، فالخليلي يفصل بين ثقة وثقة، فيقسم الثقات إلى قسمين: ثقات جبال في الحفظ والإتقان مثل الإمام مالك، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج وأمثال هؤلاء، فهؤلاء يعد ما ينفردون به ليس شاذا وإنما مقبولا، وثقات دون هؤلاء في الحفظ والإتقان وإن كان يشملهم وصف الثقة، فهؤلاء يحكم الخليل على رواياتهم بالشذوذ. يظهر من وصفه رواياتهم بالشذوذ أنه يعني الرد، لكننا لا نجزم بهذا، لأن الخليلي ليس ممن له كلام كثير في أحكامه على الأحاديث حتى نستقري أحكامه على الأحاديث ونقول لا، إنه يقصد بالشذوذ مجرد الوصف كما قلنا في وصف الحديث الغريب أو الفرد. ليس هناك تطبيقات فيما أذكر تفيدنا في هذا.
نحن يا شيخ نخشى أن يصدر قرار من الأكاديمية بنقل الأخ إمام إلى المستوى الثامن أسئلته إن شاء الله. طيب نأخذ سؤال أخ حبيبة به نختم حتى ننتقل إلى موضوع المتابعة والشاهد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لقد عرفتم الحديث الصحيح لذاته وكذلك الحديث الحسن لذاته، لكن الحديث الحسن الصحيح لغيره تطرقتم إليه من خلال الحسن لذاته، فلو أردنا أن نعرف الصحيح لغيره بشيء من الدقة حتى نعرف الفرق بينه وبين الحسن لذاته، وكذلك لأنه في مرتبة بين الحديث بين الصحيح لذاته والحسن لذاته. جيد. أقول بالنسبة للحديث الصحيح لغيره، هم يعرفونه بأنه الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، هذا تعريف العلماء له، الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ولكن أنا أضيف عليه إضافة أخرى وأقول إنه كل حديث قصر عن رتبة الصحيح لذاته ووجد له جابر يجبره صحيح لذاته، يعني يشمل هذا الكلام حتى الضعيف. إذا جاءنا حديث من طريق ضعيف ومن طريق صحيح، فإن هذا الحديث الذي جاء من طريق ضعيف أقول عنه إنه صحيح لغيره، يعني اكتسب الصحة لا لذاته ولكن بغيره، يعني تقوى بذاك الطريق الصحيح لذاته، فنستطيع أن نوسع دائرة الصحيح لذاته. طيب ننتقل لشيخنا موضوع وتأجون أسئلة إلى بعد قليل إن شاء الله. تفضل الشيخ موضوع المتابعات والشاهد. نبدأ في الموضوع الآخر وهو المتابع والشاهد والاعتبار. أولا ليس هناك في هذا المبحث إلا قسمين وهما المتابع والشاهد، الاعتبار ليس قسما ثالثا، ولذلك يقول أهل العلم الاعتبار ليس قسيما لهما، أي ليس قسيما للمتابع والشاهد، يعني ليس قسما ثالثا، ولكنه الهيئة التي يتوصل بها لمعرفة المتابع والشاهد. ما المقصود بهذا الكلام؟ يقولون نحن إذا جاءنا حديث فرد فيما نرى، يعني أمامنا حديث ما له إلا طريق واحد أمامنا، فنحن نبدأ بالبحث والتخريج والتفتيش في كتب الحديث حتى نعرف هل هذا الحديث ورد من طريق آخر أو ليس له إلا هذا الطريق. فهذه الطريقة أو الهيئة التي قمت بها، يعني عملية التفتيش والبحث، أسميها الاعتبار، يعني قمت بالتفتيش والبحث وأسمي هذا اعتبارا. فإذا هو الهيئة التي يتوصل بها لمعرفة الحديث الفرد هل له متابع أو شاهد أو لا، هذا بالنسبة للاعتبار. إذا ليس أمامنا إلا قسمان وهما المتابع والشاهد، فما المتابع وما الشاهد؟ المتابع هو الحديث الذي يتابع فيه راوي الحديث أو راوي تفرد بحديث آخر، مثل ما قلنا حينما تكلمنا عن الحديث الغريب والفرد والحديث العزيز. فإذا لم يكن للحديث إلا طريق واحد نقول عن ذاك الحديث إنه فرد أو غريب، إذا جاء له طريق آخر عن صحابي آخر قلنا إنه أصبح عزيزا لأنه أصبح مرويا من طريقين. كذلك أيضا هنا إذا وجدنا للحديث طريقا آخر شاهدا عن صحابي آخر سميناه عزيزا أو سميناه متابعا أو شاهدا على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. لكن عندهم تفريق بين المتابع والشاهد يتضح بالآتي: هناك من ينظر إلى الإسناد وهناك من ينظر إلى المتن في التفريق بين المتابع والشاهد. الغالبية العظمى من أهل العلم ينظرون للإسناد وهو الأولى، لأن الآن القضية قضية تقوية للحديث، يعني نحن حينما نبحث هذا المبحث أو نتكلم في هذا المبحث نحن نريد أن نعرف كيف يمكن أن يتقوى الحديث الفرد الذي لم يرد إلا من طريق واحد، لا يتقوى إلا بالطرق،
وأما المتون فهذه لها شأن آخر كما سنبين إن شاء الله تعالى. فنحن إذا نأتي للراوي الذي ظن أنه تفرد بحديث من الأحاديث ونبدأ نفتش ونجد له متابعا، هذا المتابع يكون روى هذا الحديث عن شيخ ذلك الراوي نفسه أو عن شيخ شيخه أو الشيخ الذي فوقه، لكن أهم شيء أن يشترك معه في الصحابي نفسه، سأبين هذا إن شاء الله تعالى بالمثال. فإذا اشترك معه في الصحابي نفسه كأن يكون راوي الحديث الأول هو أبو هريرة هو أبا هريرة ويكون راوي الحديث الثاني عبد الله بن عمر، فإذا نستطيع أن نقول إن هذا يختلف عن هذا. لكن إذا وجدنا الحديث عن أبي هريرة نفسه ولكن الراوي له عن أبي هريرة هو سعيد بن المسيب، وهذا في الطريق الأول، وفي الطريق الثاني هو سليمان بن يسار، نستطيع أن نقول إن هذا متابع وليس شاهدا. فعندهم المتابع إذا كان صحابي الحديث واحدا، والشاهد هو إذا اختلف الصحابي يسمونه شاهدا. فإذا كان الحديث مرويا عن أبي هريرة وابن عمر نستطيع أن نقول إن حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة والعكس كذلك. إذا كان الحديث كله عن أبي هريرة ولكن يرويه عن أبي هريرة اثنان سعيد بن المسيب سليمان بن يسار، نستطيع أن نقول إن سليمان بن يسار تابع سعيد ابن المسيب. عرفنا الآن الفرق بين المتابع والشاهد بناء على هذا. ما مثاله؟ أو دعونا حتى نكمل الكلام على الشاهد من حيث المتن على أساس المثال يوضح المقصود كله. هناك من ينظر إلى المتن يقول نحن ننظر هل المتن واحد أو مختلف. فإذا كان متن الحديث واحدا على سبيل المثال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاءنا من حديث أبي هريرة وجاءنا من حديث الزبير بن العوام مثلا، نستطيع أن نقول بناء على هذا الكلام وهو من يلتفت إلى متن الحديث، نستطيع أن نقول إن حديث الزبير بن العوام متابع لحديث أبي هريرة. ما السبب؟ قالوا لأن اللفظ واحد، كله لفظه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب لكن حديث أبي هريرة أنا وجدت راويا يرويه عن أبي هريرة راو آخر، يعني على سبيل المثال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار روى سعيد بن سيب عن أبي هريرة، لكن وجدت سليمان بن يسار روى هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، المعنى واحد لكن اللفظ اختلف، بدلا من كذب علي متعمدا من تقول علي ما لم أقله، والتقول والكذب بمعنى واحد لكن اختلاف لفظي فقط لا غير. فيقولون لا، ما دام اللفظ قد اختلف هذا نسميه شاهدا ولا نسميه متابعا. إذن هذا كلام من؟ كلام الذين ينظرون للمتن فقط. أما كلام الذين ينظرون للإسناد وهو الأقوى والأصح فإنهم ينظرون إلى الإسناد، هل الصحابي واحد أو مختلف؟ فإذا كان الصحابي واحدا فهذا يسمى متابعا، وإذا كان الصحابي مختلفا فهذا يسمى شاهدا. لكن المتابع أيضا ينقسم إلى قسمين، فالمتابعة هناك متابعة تامة وهناك متابعة قاصرة. المتابعة التامة إذا كانت في نفس الشيخ، والمتابعة القاصرة إذا كانت في شيخ أعلى، وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. مثل الحافظ بن حجر لهذا بمثال جيد فيما نحن بصدده، فقال روى الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، بهذا التصريح فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال معظم الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الإمام مالك رووه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لم يقولوا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فظن بعض الناس أن الإمام الشافعي انفرد بهذا اللفظ، فذهبنا نبحث نعتبر بناء على ما قلت لكم الاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها لمعرفة هل لهذا الراوي من مشارك في هذه الرواية أو لا. ذهبنا نعتبر،
فوجدنا للإمام الشافعي متابعا متابعة تامة، يعني يتابعه في شيخه وهو الإمام مالك. فوجدنا البخاري قد أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك بنحو هذا اللفظ، فاقدروا له 30 أو نحو هذه العبارة. المهم أن المؤدى واحد، وهو أنه تكمل العدة 30 يوما. فارتفع بذلك ما نخشاه من تفرد الإمام الشافعي بذلك الحديث، لأنه قد يأتي متوهم ويقول جميع الرواة يروون عن الإمام مالك بلفظ فاقدروا له، والإمام الشافعي برغم جلالته انفرد بهذا، ألا نسميه شاذا؟ فنحن قبل أن نحكم بالشذوذ ينبغي أن ننظر فنعتبر الطرق، نفتش في كتب الحديث. لما فتشنا وجدنا هناك من تابع الإمام الشافعي متابعة تامة، يعني رواه القعنبي عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فارتفع بذلك ما نخشاه من تفرد الشافعي. لما بحثنا أيضا وجدنا متابعة قاصرة، المتابعة القاصرة ليست في شيخ الشافعي وهو الإمام مالك ولكن في من فوقه. ما هي هذه المتابعة القاصرة؟ قالوا وجدنا عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، وهذه رواية عند مسلم ابن الحجاج في صحيحه. عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك اللفظ الأول. فالمتابعة الآن جاءت في الصحابي، لم تأتي لا في الإمام مالك ولا في شيخه عبد الله ابن دينار، وإنما جاءت في الصحابي وهو عبد الله بن عمر. فهذه نسميها متابعة لكنها متابعة قاصرة، يعني ما جاءت إلا من فوق من أعلى. والمتابعة التامة عند أهل الحديث أقوى من المتابعة القاصرة، لأن تكون مشاركة من البداية، فهذا يدل على مزيد حفظ من الراوي الذي من البداية. ومع ذلك أيضا وجدنا متابعة ثالثة، وهي أن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه محمد بن زيد عن أبيه عبد الله بن عمر أو عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذه المتابعة عند ابن خزيمة في صحيحه. فأصبح هذا الحديث فيه متابعة تامة وفيه متابعتان قاصرتان كما رأينا. وجدنا هذا الحديث أيضا له شواهد بهذا اللفظ، يعني فأكملوا عدة شعبان 30 يوما أو فاقدروا له 30 يوما، يعني بتحديد 30 يوما. وهذه الشواهد يصح أن نجعلها في ما يتعلق بالمتن وما يتعلق بالإسناد على كلا الصفتين اللتين ذكرتهما قبل قليل. فوجدنا هذا الحديث يرويه محمد بن حنين عن عبد الله بن عباس وروايته عند النسائي، ولفظه مثل اللفظ الذي رواه الإمام الشافعي تماما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فبناء على الالتفات إلى الإسناد نسمي هذا ماذا؟ شاهدا، لأنه من رواية ابن عباس نسميه شاهدا، لكن بناء على طريقة من ينظر إلى المتن نسميه متابعا، لأن المتن هو المتن نفسه. وجدنا أيضا هذا الحديث رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أبي هريرة في صحيح البخاري. فأصبح الحديث الآن له شاهدان، من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس. فبهذا المثال تتضح لنا هذه الصورة بأكملها، سواء من حيث المتابع والشاهد على قول من يلتفت للإسناد أو يلتفت للمتن، وسواء وبناء أيضا على التفريق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. وبهذه الصورة نكون قد انتهينا من هذا الدرس. نتيح الفرصة الآن للأسئلة سواء من قبل الإخوة أو من قبل المتصلين. طيب. إن كان هناك هل تحبذون يعني وردنا الإجابة على السؤالين بداية الحلقة؟ لا بس نعم. طيب، كان السؤال الأول يتعلق بتعريف أو التعريف المختار للحسن لذاته، فابن الإسلام من الكويت يقول الحسن هو ما اتصل سنده برواية العدل الذي خف ضبطه عن غيره إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ما شاء الله، هذا جواب جيد ومتقن ورائع، ووفقك الله. جزاك الله خير. سميرة من المغرب تقول الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ أو علة.
وبمثل ذلك أجابت السعدية أم عبد الرحمن. ما شاء الله كل هذه الأجوبة جيدة. أي نعم. هيفاء التناوي من السعودية تقول هو الحديث الذي نقله من خف ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ. كذلك أيضا هذا تعريف جيد. نعم. طيب في أجوبة السؤال الآخر أو الثاني. نعم. علياء من الإمارات تقول يعني ابن حجر بقوله يعني الترمذي بقوله حديث حسن صحيح إما لكونه مرويا بإسناد واحد أو أكثر من إسناد، فإن كان بإسناد واحد فيعني أنه حسن عند بعض الرواة وصحيح عند غيرهم، وإن كان بأكثر من إسناد لا نقول الرواة عند بعض الأئمة. عند بعض الأئمة. نعم. نعم. كلام جيد. أنا أقرأ شيخ النص الإجابة ودي تصحح إذا كان طيب. فيها شيء مبهم. أما إذا كان أكثر من إسناد فيعني به الإمام الترمذي أن بعض أسانيده حسنة وبعض أسانيده صحيحة. هذا كلام أيضا جيد. إذا كان الحديث مرويا بأكثر من إسناد فيكون بعض الأسانيد حسنا وبعض الأسانيد صحيحا. هذه الإجابة جيدة. نعم. طيب ابن الإسلام من الكويت عاد فتحدث عن إجابة السؤال الآخر، يقول التوجيه الأول أنه حسن عند قوم وصحيح عند آخرين، أو حسن بإسناد وصحيح بآخر. كلام جيد، لكن يعني لو قيده بأنه إذا كان فردا يعني ما له إلا طريق واحد فيكون حسنا عند قوم وصحيحا عند آخرين، وإذا كان له أكثر من إسناد فيكون ببعض الطرق حسنا وببعض الطرق صحيح. طيب السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول اختار ابن حجر الخروج من إشكال الحسن الصحيح، عادي نسميها إشكال. ماشي. أي. طيب بلا شك هو إشكال. نعم. طيب أن الترمذية أراد به الحسن اللغوي. هذه نقطة. والثانية إذا كان مروي بأكثر من إسناد فإن الإمام الترمذي يعني حديث حسن من إسناد وصحيح من إسناد آخر. موضوع الحسن اللغوي يا شيخ ورد معنا في اختيارات. هو ما ونعم نحن تكلمنا. أي بس ما كان ليس من اختيارات. ليس لا ليس من اختيارات الحافظ ابن حجر، وإنما قلنا إن بعض أهل العلم يطلق أو يقول عن الحسن هنا إن الترمذي يعني الحسن اللغوي وإلا فالحديث صحيح. وبينا أيضا ما على هذا الكلام من ملاحظة. طيب نختم بإجابة من الأردن للأخت هبة تقول الحديث الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه بانتفاء العلة. أيضا هذا جيد. نعم. وإذا كان من إسناد واحد يطلق عليه حسن أو صحيح، إذا كان مروي من أكثر من إسناد فيطلق عليه حسن وصحيح. ماشي. جميل. طيب بهذا نختم إجابات مشتركين وجزاكم الله خير. نأخذ معنا الأخ عبد الله من دولة الكويت الشقيقة. مرحبا بك أخ عبد الله معنا في هذه القاعة. أخ عبد الله مرحبا بك معنا يا أخي الكريم، نسمعك. الأخ عبد الله معنا. ألو. مرحبا بك يا أخي، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله. سمحت يا شيخ لو تعيد تعريف الحديث الشاذ وتعريف الحديث المنكر ومثال على الحديث المنكر. طيب الإعدادات تستمع إليها في النسخة الصوتية الموجودة في الموقع يا أخ عبد الله حتى نفتح الوقت، وأيضا في إعادة الحلقة غدا الساعة 7:30 صباحا على قناتين العامة والعلمية. طيب وفيه مدرسة يا شيخ. تفضل. في مدرسة عندك يعني؟ إيه نعم. طيب ممكن تدخل على الموقع يا أخي الكريم بعد لحظات من نهاية الحلقة تجد النسخة الصوتية موجودة. شكرا لك. طيب نأخذ من مع أم شروق من السعودية. تفضل معنا أم شروق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل عن الفرق بين المحفوظ والمعروف. طيب وشكرا جزاكم الله لك. وإياكم. نأخذ علي من السعودية أيضا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بأخي يا شيخ، بدي أسألك كيف نعرف الحديث المتابع والشاهد صحيحين. جميل، هذا السؤال يقودنا إلى السلام عليكم. شكرا يا خالي. معنا اتصالات أخرى. طيب نكتفي بهذا القدر يا شيخ. وفيما يتعلق بسؤال أخ عبد الله في الواقع ورد في الموقع عدد من أسئلة، ما حكم أحد الأسئلة يا شيخ يقول هل كل زيادة أو هل كل مخالفة تعتبر مقبولة؟ دعني أعطيك نص السؤال يا شيخ. نعم، مراد من المغرب يقول هل هناك مخالفة بغير الزيادة؟ المخالفات التي ترد الحقيقة كثيرة، لكن نحن تكلمنا عن المخالفة التي تتعلق بالزيادة فقط، لكن هناك مخالفات بغير الزيادة، كأن تكون المخالفة الواردة من بعض الرواة
في مثل ما قلنا تغيير المتن بالمرة أو تغيير الصحابي. فإذا كان مثلا عندنا الحديث يرويه بعض الرواة على أنه عن أبي هريرة وبعضهم يرويه على أنه عن أبي سعيد، الآن ليس فيه زيادة، القضية قضية إبدال صحابي بآخر، فهذه من أنواع المخالفات ولا علاقة لها بالزيادة. هذه الكلام فيها حينما نتكلم عن الحديث المعلول، لكن بتوسع يعني لا نستطيع أيضا نتكلم عن الحديث المعلول في مثل هذه العجالة، لكن هذه من أنواع العلة التي يعالجها أهل الحديث. إذا جاء حديث مرويا عن صحابي وهناك من رواه عن صحابي آخر والشيخ واحد الذي حصل عليه الاختلاف، فإنهم يوازنون بين الرواة بحسب إما الكثرة والقلة أو بحسب الأحفظ من غير الأحفظ. لعله يأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث المعلول مزيد تعريف. طيب هو الأخ مراد له سؤالين يا شيخ في نفس هذا الموضوع، لكن لأن نأخذ أسئلة المتصلين. أم شروق تتحدث عن طلب الفرق بين المحفوظ والمعروف. الفرق بين المحفوظ والمعروف بناء على الكلام الذي ذكرناه أن المحفوظ هو الحديث المقابل للشاذ. يعني لماذا حكمنا على هذا الحديث بأنه شاذ؟ لأنه خالفه حديث آخر. فالحديث الذي حكمنا عليه بالشذوذ مردود، والحديث الآخر الذي لأجله حكمنا على هذا الحديث الآخر بالشذوذ ذاك نسميه المحفوظ وهو المقبول الذي سنعمل به. أما بالنسبة للمعروف فهو في مقابل المنكر. نحن فرقنا بين الشاذ والمنكر بأن الشاذ رواية المقبول والمنكر رواية غير المقبول. رواية غير المقبول كالضعيف والمستور. فالحديث المنكر بقيد المخالفة إذا قلنا ما يرويه الضعيف والمستور مخالفا من هو أولى منه مع قيد المخالفة. طيب ذاك الحديث الذي حصلت فيه له المخالفة وقدمناه على هذا الحديث الذي وصفناه بالنكارة، ذاك الحديث نسميه المعروف. يعني على سبيل المثال لو أن الحديث الراوي الضعيف خالف ثقة، فرواية الثقة نسميها هي المعروفة ورواية الضعيف نسميها منكرة. نعم. طيب نأخذ اتصال ماجد من السعودية. بقي في هذا الشيء شيء السؤال الثاني. طيب معنا بس متصل. طيب. ونعود إليك. نعم أخي ماجد تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نسمعك بوضوح أخي الكريم تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ، هل تطلق النكارة على الرامي نفسه فيقال منكر الحديث؟ طيب هذا عندك سؤال آخر أخ ماجد؟ السؤال الثاني ممكن أزيد توضيح بالزيادة مثل تقبل مثل ترد؟ لو تعيد السؤال الصوت يكون أوضح شوي ماجد. أقول أحسن الله إليك، الزيادة يعني ممكن مزيد توضيح متى تقبل ومتى ترد؟ واضح شيخ السؤال. طيب في سؤال ثالث أخ ماجد. شكرا جزيلا. عفوا لك يا أخي. نأخذ الأخ خضر من جدة من السعودية. مرحبا بك أخي خضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نسمعكم بوضوح. الله أحسن إليك. سؤالي في الحديث وإن كان يعني واجهته زي ما يقولوا فقهية. طيب تفضل لي. سؤالي للشيخ سعد الله يحفظه، كيف أعرف أفرق أو إيش الفارق بين السنة التقريرية وحادثة العين؟ كيف أفرق بين حادثة إذا قيل هذه واقعة عين وهذه سنة تقريرية، كيف أفرق بينهم؟ طيب الحديث يعني مرة كما شرح الشيخ الله يحفظه أنه ما أضيف المصطلح الشرعي عند الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل تقرير أو صفة، هذه الصفة أو تقرير خلاف ما مصطلح أهل الأصول. لكن جميل. كيف أفرق بين حادثة العين واقعة عين وبين هذه سنة أو تقريرية؟ طيب لديك سؤال آخر أخي ماجد. خضر شكرا لك يا أخي. تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا متصلين باقي. طيب نستأنف الإجابة يا شيخ. كانت سؤال الأخ وصلنا من سوريا مكالمة. كفاح من سوريا أو كفاء؟ تفضل يا أخي. تفضل يا أخي كريم. السلام عليكم. كفاء من سوريا. نعم مرحبا بكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ يسمعكم. أجيب السؤال الأول. تفضلوا. نعم
حتى ميلاده. بس ممكن تخفضوا صوت الجهاز التلفاز تسمعونه من الهاتف وتطرحون الأسئلة بشكل سريع. نعم تفضلوا معنا. يا تريد تجيب يعني. أي. نعم سؤالك. هل هذا بفقط شبهه؟ فقط الباطن وغير شبه ولا علم. هذا تعريف الحديث الحسن لذاته. طيب. نعم. المشاركة الثانية. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم، شكرا لكم. نأخذ المتصل راشد من السعودية، تفضل معنا يا أخي. ألو. مرحبا بك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك يا شيخ. بالنسبة للذكر بعد الأذان زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هل هي فعلا شاذة يا شيخ؟ وإذا كانت شاذة هل تكون صحيحة يعني وتورد ولا لا؟ طيب. وإذا كانت شاذة لماذا أوردها البخاري في الصحيحة؟ جزاك الله خير يا شيخ. وفيك يا أخي يزيك ربي، شكرا لك أخي راشد. إياك. طيب نعود إلى سؤال أخ علي، كيف نعرف المتابعات من الأصول في الصحيحين؟ الأخ علي سأل عن المتابع والشاهد في الصحيحين، كيف نستطيع أن نعرف هذا؟ أقول معرفة المتابع والشاهد في الصحيحين سهلة، فإما أن يكون البخاري رحمه الله أورد الطرق في الموضع الواحد نفسه، يعني وأنت في الباب نفسه تجد البخاري أورد الحديث مثلا عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن عائشة وهلم جرى، وكلها في معنى واحد أو كلها حديث واحد. وقد تجد البخاري جعل بعض هذه الأحاديث أو بعض هذه الطرق في مواضع أخرى، هذه المواضع الأخرى كيف تتوصل لها؟ أمامك بعض الطرق، فأنت لو نظرت مثلا في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي أو بعض الطبعات اللي موجودة الآن في العصر الحاضر مثل طبعة بيت الأفكار الدولية الواقعة في مجلد صحيح البخاري في مجلد واحد، تجد أن الحديث توضع أرقام طرقه في كل مكان، فيقول لك انظر رقم كذا وكذا وكذا وكذا، فتتابع هذه الأرقام من خلال هذه الطبعة التي سهلت وذللت لطلبة العلم الوصول إلى طرق هذا الحديث في جميع صحيح البخاري. هذه طبعة لو تعيدها يا شيخ، طبعة بيت هذه طبعة بيت الأفكار الدولية جيدة. نعم. من هذه الحيثية. نعم ممتاز. أي نعم. فيه أيضا كتاب تحفة الأشراف للمزي، يمكن أن تقف على الحديث في موطن واحد في صحيح البخاري، تنظر للصحابي والتابعي والراوي عنه وهكذا، ثم تفتح تحفة الأشراف لأنها مرتبة على الأسانيد، يعني الصحابي والراوي عنه والراوي عن الراوي عنه وهكذا، فإذا وجدت الحديث في تحفة الأشراف فالمزي يبين لك، يقول هذا الحديث رواه البخاري في الموطن الفلاني من طريق فلان وفي الموطن الفلاني من طريق فلان، ويربط جميع طرق هذا الحديث في صحيح البخاري في مكان واحد أمامك، تستطيع أن تقف على الطرق كلها مجتمعة في مكان واحد. وعلى كل حال أنت إذا وصلت إن شاء الله تعالى المسيرة العلمية ستجد أن وصولك للمتابع والشاهد سواء في البخاري أو غيره سيكون سهلا وميسورا إن شاء الله تعالى. وأنصحك في هذا بإما القراءة أو المتابعة في الأشرطة في بعض الدروس التي ألقيت في تخريج الحديث، على سبيل المثال أنا يعني فيما أذكر فيما يتعلق بي أنا في دورة علمية في عام 1416 كانت في جدة وألقيت دروسا عن تخريج الحديث، نسخت هذه الدروس وطبعت في كتاب بعنوان طرق تخريج الحديث، الدروس هذه موجودة في أشرطة عند التسجيلات وموجودة أيضا في مواقع الانترنت، باستطاعتك تفتح الموقع مجانا وتأخذ المادة العلمية على طول مباشرة. طيب. في كثير من المواقع موجودة هذه المادة الصوتية. الشيخ نحن نحتاج إلى اسم موقع، لكن بعد أن نأخذ اتصال أختنا أم محمد بن الكويت، تفضل معنا أم محمد بن كويت. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم جمعكم هذا بإذن الله. فقط أريد أن أعرف أي كتاب أستطيع من خلاله أن أتابع معكم، يعني أفضل كتاب يناسبنا نحن عامة الناس. هو كتاب نخبة الفكر يا أم محمد، أقول كتاب نخبة الفكر لإمام حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو موجود نسخة منه في الموقع حتى لا نقع في قضية اختلاف النسخ، ثم شرح الشيخ معه. جزاكم الله خيرا. طيب جزاكم الله خير. نعم تذكرون معنا متصل آخر علي من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ جزاكم الله خير. وإياك. أبغى الشيخ يعيدني مثال حق المتابعة عن الإمام الشافعي عن أبي حنيفة. طيب تستمع عليه في حلقة الإعادة وأيضا في النسخة الصوتية الموجودة في موقع الأكاديمية. ما عندي يا أخي انترنت أنا. طيب إذا تشاهد القناة مرة أخرى غدا الساعة 7:30 صباحا لتستمع إلى حلقة كاملة. شكرا لك على اهتمامك يا أخ علي. نعم نعود يا شيخ إلى اسم الموقع الذي ممكن في الانترنت يحتوي على دروسك فيما أعلم أن هناك كثير من المواقع من جملتها موقع نور الإسلام. نعم. ففيه المادة الصوتية وأظن الإسلام الحق أو طريق طريق الإسلام هو موقع صوتي أيضا موجودة فيه المادة الصوتية. نعم. إسلامي. ممتاز. طيب نستأنف في الإجابة يا شيخ عند سؤال الأخ ماجد من السعودية يسأل هل تطلق النكارة على الراوي فيقال المنكر الحديث. نعم النكارة تطلق على الراوي فيقال عن الراوي إنه منكر الحديث. هذا الراوي الذي يصفونه بهذا الوصف يعني معنى ذلك أنه شديد الضعف في كثير من الأحيان وقد تكون هذه العبارة أطلقت فيما يراد به الضعيف. على كل حال هذا له تفصيل آخر. لكن الراوي الذي تكثر المناكير في رواياته يعني يتفرد بأحاديث يحكم عليها أهل العلم بالنكارة أو يخالف الثقات يقولون عنه إنه منكر الحديث. نعم. وله سؤال آخر الشيخ سأل أيضا عن الزيادة متى تقبل ومتى ترد. نحن تكلمنا عنه لكن يمكن ما يكون الكلام واضحا فأقول على وجه الاختصار إن الزيادة التي تقبل هي الزيادة التي ليس فيها منافات والزيادة التي ترد هي الزيادة التي فيها منافات. لكن المنافات مفهومها يختلف بين أهل الفقه والأصول وبين المحدثين. فالمحدثون لا يخالفون أهل الفقه والأصول فيما قالوه في المنافات ولكنهم يزيدون عليها فيقولون نعم المنافات التي تكون من كل جهة نقول عنها إنها منافات صحيح لكن نقول أيضا عن الحديث الذي تقولون عنه إنه ليس فيه منافات إنه قد يكون فيه منافات أحيانا إذا كان الراوي يروي رواية شاركه فيها أناس آخرون في مجلس واحد ولكنه زاد شيئا لم يذكره هم فنحن لا نتصور أن يحفظ واحد ويهم جمع. طيب نعم الشيخ معنا أخ خضر يسأل عن التفريق بين السنة التقريرية وحادثة العين. طيب الحقيقة السؤال عن السنة التقريرية ووقعة العين أنا لا أجد فيه ملاقات حتى نقول إنه إشكال أو يحتاج إلى تفريق. هذا كلام وهذا كلام آخر وأوضح هذا بالمثال. فالسنة التقريرية نضرب لها مثالا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بحضرته الضب فلم ينكر عليه ولكن ما أكله هو عليه الصلاة والسلام قال أجد نفسي تعافى لأنه لا يوجد بأرض قومه عليه الصلاة والسلام. لكن خالد بن الوليد أكل الضب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز. فدل هذا على ماذا؟ على إباحة أكل لحم الضب. هذا حكم استفاده أهل العلم. لكن حادثة العين أو واقعة العين هذه يتكلمون عنها في حال مخالفة الحديث لأحاديث أخرى مثلا أو كون الحديث يحتاج إلى من يوجه متنه فيقال هذه حادثة عين. على سبيل المثال إذا جاءنا مثلا في الحج واقعة معينة مثل حديث الخثعمية مثلا في الحج يقولون هذه واقعة عين لا تعم ما سواها فلا نستفيد من حديث الخثعمية عند من يقول إنها كانت كاشفة عن وجهها أو يستفيد هذا الكلام من كونها مثلا وصفت بأنها حسناء يقول يلزم من كونها حسناء أن تكون كاشفة عن وجهها ويلزم من هذا أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في كل الأحيان. قالوا لا هذه واقعة عين واقعة في حج والحج له أحكامه المختصة به فلا تعمم هذه الحادثة على ما سواها فلا يستفاد منها الحكم المطلق بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في كل الأحيان هذا لو سلم بأنها كانت كاشفة لوجهها. فواقعة العين حادثة معينة يخصها أهل العلم بخصوصية معينة فلا تعمم على ما سواها. فإذا ليس هناك رابط بين السنة التقريرية وواقعة العين. واقعة العين قد تكون في سنة تقريرية قد تكون في سنة قولية قد تكون في سنة فعلية كل هذا ممكن. طيب نأخذ اتصال الأخ طارق من الدولة الأردن.
مرحبا بك أخي طارق معنا هنا. تفضل الشيخ يسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخي محمد؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. فيك بارك الله. وصل سلام من الشيخ سعد الحميد بارك الله فيه ونفعنا به. وبارك الله. حسنا استفاد منه فوائد كثيرة جدا. جزاه الله خير بارك الله فيه. بارك الله فيك. عندي يعني مشاركة ثلاث محاور باختصار. الأول يعني ملاحظة وهي يعني نبدو عدم فتح مجال الأسئلة يعني في خلال الدرس. يعني كثير من الدروس يعني ما كنا ناخذ منها الفائدة المرجوة بسبب كثرة الأسئلة وهذا ملاحظ يعني حتى لو كانت الأسئلة داخل الاستوديو يعني نرجو منكم يعني توقفوها يعني إلى بعد انتهاء الدرس حتى يعني كذلك لا يسووا شدهن علينا جزاكم الله خير. طيب ثاني كذلك باختصار الجواب لكن يا أخ علي الله يحفظك نقول نحن يعني نستمع إلى شرح الشيخ إلى 50 دقيقة ربما إلى 60 دقيقة من بداية وقت الحلقة ثم بعد ذلك نفتح الباب للأسئلة التي تكون غالبا في حيثيات الدرس. لا لكن هناك تكون هناك مقاطعات يعني خارج الدرس تكون أسئلة خارج الدرس يعني احنا حددنا ربما يكون أخ إمام هو مصدر هذه الأسئلة إن شاء الله ربما يصل في قرار لاحق يا شيخ. أسئلة هو الوحيد أكثر شيء يكون تبيدنا سلته. طيب جزاك الله خير. نستمع لسؤالك التالي يا أخي الحبيب. نعم سؤال الشيخ ما هو الضابط يعني للراوي الذي يخف ضبطه متى يكون تفرده تفردا منكرا أو غير منكر يعني كيف نفرق بينه وبين الحسن. ذكر الشيخ أمثلة لرجال خف ضبطهم فيكون تفردهم تفردا منكرا ويكون كذلك يعني كيف نفرق بين هذا وبين أحيان يكون حديثه حديث حسن لذاته. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا يا أخي الكريم لاتصالك. نعود إلى أو نأخذ اتصال الأخ عبد القادر من السعودية حدا ضيفا معنا. أخي عبد القادر مرحبا بك. أخي عبد القادر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. في طلب بالنسبة تفضل يا أخي في طلب بالنسبة للكتب أي نعم اللي تدرس هذه أي نعم ما أدري كيف نحصل عليها يعني على أساس إيش الواحد يعني يكون جاهز قبل بداية الدروس. طيب أنت أغلب الناس البادية في الدروس الآن ما عندها متون. طيب أخي الحبيب أنت تعرف عنوان المتن الذي يشرح هذه الليلة؟ نعم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر موجود في المكتبات ولكن زي مجمل اعتقاد السنة والجماعة ما حصلنا عليه الكتاب حصلنا عنه ما لقينا. طيب ممكن يا أخي الحبيب عندك موقع الأكاديمية على الإنترنت؟ طيب موجود الله يسلمك متن كامل لجميع الكتب التي تشرح في المستوى الأول أول الحصول عليه عن طريق نسخة من أي نسخة يعني؟ أي نعم بالضبط. طيب عندك تساؤل آخر؟ والله ودي بالنسبة للشروح جسم المصطلح أنا أحس أنها أصعب مادة تقريبا فلا بد يعني أنا أحس أغرب الناس اللي تسأل وأنا شخصيا ها يعني في صعوبة شوية بس أسألتهم معانا وأنت لسه ها الشيخ شكله متعود على الجامعة وحنا مساكين على باب الله يعني. الله يا رب يوفقك ويجعلك قادرا يا عبد القادر. طيب يا أخي الحبيب هو هذا في الواقع السؤال يا شيخ متوافق أو طلب متوافق مع سؤال أبو الوليد من السعودية يقول بدأنا نشعر بشيء من الغربة نسأل الله يعني أن تدعو لنا في التيسير. يعني لكم تعليق في هذا يا شيخ عن قضية استصعاب ممكن مصطلح الحديث في البداية مع أن يعني أكثر الإخوان هنا وعدد كبير من المتابعين يشعرون بلذة في الواقع. تفضل. على كل حال أقول مستعينا بالله بالنسبة لصعوبة المادة إن شاء الله تعالى أنها لن تكون صعبة وأنا وعدت بإذن الله أننا سنعرض بالحاسب الآلي إن شاء الله تعالى بعض ما يعين على تصور هذا الكلام الذي نذكره وسيكون فيه تعليق إن شاء الله تعالى على هذه الأشياء التي تعرض في حينها بما يشبه التلخيص لما كنا أخذناه بإذن الله تعالى فسأسعى إن شاء الله جاهدا في محاولة تدليل هذه المادة بقدر المستطاع والواحد منكم أيها الإخوة ينبغي أيضا أن يكون صاحب عزيمة فليس هناك أفضل من العزيمة الجادة الذي يجد الشيء صعبا أمامه ليس هناك أفضل من الاقتحام. كم من الناس الذين كانوا في أثناء الدراسة يستصعبون بعض المواد فيبذل جهده حتى تكون هذه المادة أسهل من المواد كلها هذا شيء يمكن يكون مجربا. أنا كنت أستصعب بعض المواد فلما اهتممت بها صرت أحبها وأحب النقاش فيها وهي غريبة عن تخصصي أيضا. طيب جزاكم الله خير الشيخ.
نأخذ الشيخ إجابة عن سؤال أخ راشد، زيادة أنك لا تخلف الميعاد في الأذان، والبخاري أوردها. البخاري لم يريد هذا، ما أدري الأخ أتابه الله يعني قال أن البخاري أوردها، فأقول هذه الزيادة ليست في البخاري، وهي زيادة منكرة في الحقيقة. زيادة أنك لا تخلف الميعاد هذه لا تصح ولا تثبت. هل أوردها فقط يعني لأجل تصحيح المعلومة أنها ليست في البخاري، ليست في أبي داود كما سمعت في أحد أو أحمد؟ لا، يعني كونها أخرجها غير البخاري هذه مخرجة يعني. طيب. بلا شك. لكن المقصود، ويمكن يشكل على بعض الناس، أن الشيخ الإسلام بن تيمية فيما أذكر أوردها في كتابه الكلم الطيب، لكن إراده لها لا يلزم منه التصحيح. طيب، معنا أسئلة يا شيخ من المغرب العربي. الأخ مراد يسأل ما حكم العمل بالحديث الشاذ، ويسأل أيضا عن مخالفة الراوي لقرينه، هل يدخل هذا في الحديث الشاذ؟ ثم يسأل ثالثا فيقول هل المخالفة تكون في المتن أم في السند أم فيهما معا؟ أما المخالفة فقلت إنها تقع في الإسناد والمتن على حد سواء، قد يخالف في الإسناد وقد يخالف في المتن. المخالفة في الإسناد مثل أن يروي الإسناد الذي أرسل فيرويه متصلا، أو يأتي لمتن من المتون فيزيد فيه زيادة لم يذكرها الرواة الآخرون. وش طيب، سؤال آخر يا شيخ يتحدث، لا هو له تقريبا ثلاثة أسئلة. أي العمل بالحديث الشاذ، أما العمل بالحديث الشاذ فلا يعمل به إلا إذا كان الذي يعمل به من أهل الاجتهاد وقال إن هذا الحديث ليس شاذا وإنما هو مقبول عندي، فالمجتهد له شأن آخر. أما إذا قضينا على الحديث بأنه شاذ، حكمنا عليه بهذا الحكم، فلا يعمل به لأنه من أنواع الحديث الضعيف. طيب، يسأل عن مخالفة الراوي لقرينه، هل يكون هذا مخالفة الراوي لقرينه قد تكون من باب الشذوذ وقد تكون من باب زيادة الثقة. فإذا كان متساويين كلاهما ثقة وأمكن حمل الرواية الأخرى على أنها زيادة لا تنافي الزيادة الأخرى، فنقول إن هذه الرواية مقبولة وهذه الرواية مقبولة وكلا الروايتين صحيحة. لكن إن كانت متضادة من كل وجه، كأن ينفي الآخر ما أثبته الآخر، فلا بد من ترجيح إحدى الروايتين، ففي هذه الحال يرجح الأحفظ، يعني ينظر أيهما أحفظ وأمكن في العلم، فروايته هي التي تكون محفوظة ورواية الآخر هي التي تكون شاذة. طيب، الأخ طارق من الأردن الشيخ كان يسأل عن ما هو الضابط للراوي الذي حديثه حسن. نعم، حقيقة أقول الأخ طارق وفقه الله واضح أنه طالب علم ما شاء الله، لأن سؤاله دقيق، وهو الضابط في التفريق بين من يعد تفرده تفردا منكرا ومن يكون تفرده حسنا لذاته. كيف نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك؟ وأقول يا أخي هذه المسألة من عويصات المسائل، ولا تطمع أن تجد ضابطا منضبطا. هذا هو الذي أشرنا إليه في مرة سابقة، أن الذهبي قال لا تطمع أن تجد الحسن ضابطا، هو له دخل في سؤالك الذي سألت عنه. على سبيل المثال، عندنا محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، معظم كلام أهل العلم يقولون إن حديثه حديث حسن، لكن في بعض الأحيان نجد الإمام أحمد رحمه الله يعد ما يتفرد به محمد بن إسحاق تفردا مقبولا، فيقبل الحديث أحيانا كتفرده بحديث سهل بن حنيف في رش الثوب من المذي إذا أصاب الثوب. الإمام أحمد له في هذا الحديث عدة روايات، مرة قبله وقال به وأفتى بموجبه، ومرة رده وعده منكرا فلم يقبله من محمد بن إسحاق، ومرة تردد فيه فقال إن ثبت قلت به. فهذا يدل على أن هذه المسألة فيها شيء من الحساسية، لكن في بعض الأحيان لا نتردد في أن نقطع على هذا الحديث بأنه منكر، إما مع وجود مخالفة أو لكون الذي تفرد لا يقبل تفرد في هذه الحال، مثل تمثيلنا بتفرد محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري. محمد بن عمرو لو تفرد بحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن على سبيل المثال ما استنكرنا عليه هذا، لماذا؟ لأنه هو راوية أبي سلمة بن عبد الرحمن، لكن لما تفرد عن الزهري
قلنا عن تبرده في هذه الحال إنه منكر. ليه؟ لأن الزهري له كبار تلاميذ، الإمام مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد، يونس بن يزيد الأولي الأيلي، عقيل بن خالد الأوزاعي، الليث بن سعد، أئمة كثر، كلهم كبار تلاميذ الإمام مالك. هؤلاء لا يروون هذا الحديث ولا يرويه إلا محمد بن عمرو بن علقمة الذي ليس من الملازمين للزهري ولا من الذين غرفوا علمه كهؤلاء الأئمة، فيستنكر الأئمة تفرد محمد بن عمرو عن الزهري بهذا الحديث، فيقولون هذا الحديث منكر كما رأينا من كلام أبي حاتم الرازي. الحقيقة الكلام في هذا طويل، وأنا أنصحك يا أخي بالقراءة في كتاب النكت للحافظ بن حجر في هذا المبحث بالذات، في مبحث الحديث المنكر، لعلك تجد ما يشفيك إن شاء الله تعالى. طيب الشيخ، حول العمل بالحديث المرابط، الحديث الشاذ، الزميل عبد الله مرابط من المغرب يسأل، هل هو من أنواع الأحاديث الضعيفة على كل حال؟ الحديث الشاذ هل نحكم عليه بالضعف مباشرة؟ نحن نتكلم الآن عن هذا التقعيد الاصطلاحي الذي تكلمنا عنه، فبناء على كلامنا فنعم يكون الحديث الشاذ مردودا على كل حال. أما والله لو جينا لكلام مثلا الخليلي أو الحاكم، لا الكلام هناك له منحى آخر، وأنا لا أفضل أن نخوض في هذه المعمعة الآن. لا بس إن شاء الله تعالى لما نشرح ألفية العراقي ونخوض في ذلك العلم الجم إن شاء الله تعالى ما في مانع نوسع الصدور لمناقشة هذه القضية، لكن في هذه العجالة لا نستطيع. طيب، السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول، هل يمكن تعريف المتابعة التامة بأنها مشاركة الراوي من أول الإسناد، والمتابعة القاصرة هي مشاركة الراوي أثناء الإسناد؟ مضبوط، هذا جيد، نعم. طيب، عبد الله مرابط يعود ليسأل، يقول هل الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي تتعدد طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه؟ نعم، هذا سيأتي، الحديث لغيره الحافظ بن حجر أجل الكلام عنه فيما بعد، ولكن ما ذكرته يا أخي نعم صحيح، هو الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق، لكن بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا. ويسأل أيضا بارك الله فيكم وفيه، يقول الحديث الشاذ هل هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه بكمال العدالة أو تمام الضبط أو كثرة العدد أو ملازمة المروي عنه؟ هذا فيه تفصيل دقيق بناء على هذه الأوصاف التي ذكرها الأخ، فنحن نقول عن الثقة والثقة الآخر إنهما اشتركا في العدالة والضبط، اشتركا في العدالة والضبط، لكن أحدهما أضبط من الآخر من حيث الحفظ، الآن رجحنا بالحفظ، أما العدالة فلا ليست مؤثرة كمال العدالة. نعم، لا، العدالة لا تؤثر في هذه الحال، الذي يؤثر هو الضبط، لكن الأخ أشار إلى قضية مهمة وهي ملازمة الراوي للشيخ ونحو ذلك، نعم هذه أوصاف زائدة، وهذه من مباحث علم العلل لها شأن آخر، يعني لا نريد أن ندخل فيها، لأن هناك قرائن لترجيح الروايات المختلفة، من هذه القرائن أن يكون الراوي ملازما للشيخ أكثر من الراوي الآخر، ففي هذه الحال نعم تقدم رواية الملازم على رواية الأقل ملازمة. طيب، محمد جابر أحمد محمد أيوب من مصر، من أول من سأل معنا في الواقع في الموقع، يقول يا شيخ إني أحبك في الله، ولي سؤالين. الأول يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح النخبة أنه لا فرق بين كلمة صحيح حسن وحسن صحيح، هل نفهم من ذلك أن ذلك من باب التنويع أم أن هناك شيء يشير إليه الشيخ محمد؟ على كل حال يعني قولهم صحيح حسن هذا لا يكاد يوجد، لا أنفي وجوده مطلقا، لكن أقول إنه إن وجد فهو نادر جدا، ولذلك مناقشة النوادر لا تفيدنا كثيرا، وإنما الذي وجد وبخاصة في إطلاقات الترمذي حسن صحيح، فحسن صحيح بناء على التفريق الذي كنا ذكرناه أو ذكرنا خلاصته، ولعله إن شاء الله تعالى في المطورات يأتي له مزيد تفصيل. وله سؤال آخر وأنا في الواقع أخرته لأنه خارج عن حلقتنا، يقول هل حديث العبد يفيد العلم أم لا يقبل يرد؟ في مجال الرواية عند أهل الحديث لا يفرقون بين حر وعبد وذكر وأنثى وغني وفقير ورئيس ومرؤوس، الجميع عندهم سواسية كأسنان المشط، المهم العدالة والضبط، سواء كانت العدالة والضبط في حر أو عبد. نعم. طيب،
يسأل الشيخ عن أبو وئام من السعودية، يقول ما صحة حديث من أراد الفقر الدائم فليغني والأذان يؤذن، ومن أراد الفقر فليغني بين الأذان والإقامة؟ لا أعرف هذا الحديث ولا أدري هل هو حديث مروي أو لا. طيب نحن معنا مزيد وقت دقيقتين بقية، تحبون يعني تختمون بشيء معين؟ لا، لو كان معنا مزيد وقت كنا نستغل الفرصة إذا كان يعني ما في أسئلة في الموضوع. نعم، بل دقيقة ونصف المخرج يحتف في أذني. طيب. نأخذ الأخت أمينة أم مهدي من المغرب. الشيخ تسأل عن لماذا اعتبر الإمام أحمد حديث إنما الأعمال بالنيات منكرا؟ هل حكم هذا لكونه عرف المنكر بأنه ما تفرد به الراوي مطلقا سواء كان ضعيفا أو ثقة؟ الحقيقة هناك بعض الأحاديث التي قد نجدها في الصحيحين، وأنا أشرت في مرة سابقة إلى هذا، يطلق عليها بعض الأئمة الآخرين وصف النكارة ويقصدون بذلك التفرد، تفرد راوي من الرواة بذلك الحديث، مثل حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تفرد به خالد بن مخلد القطواني، فهذا الحديث بعضهم عده منكرا مع أن البخاري أخرجه في صحيحه، فهذا لا يؤثر علينا لأن المسألة مسألة اختلاف أقوال أئمة. إن كان الذي تعرض لهذا الاختلاف من طلبة العلم الأقوياء المتمكنين ورجح مثلا قول الإمام الذي قال عنه إنه منكر ورد الحديث، هذا يعذر، وإن كان ترجح له الرأي الآخر أيضا هو معذور في هذا، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد فنقول له ابقى على الأصول، فالصحيحان لا تتعرض لهما ولا تطرق إليهما طريقا أبدا. طيب، بهذا الإرادة الشيخ لا نصل إلى خاتمة هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل في خاتمتها أن يزيكم عنا خير الجزاء، ونشكر كذلك كل من تابعنا واتصل وهاتف، ونسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا لفهم مسائل مصطلح الحديث. أيها الأحبة، في نهاية هذه الحلقة بودي أن أقدم تنويها واعتذارا أدمى التنويه، فأن الحلقة الثامنة من حلقات شروح مصطلح الحديث النخبة، والتي كان من المقرر أن تكون الساعة 8:30 يوم الأربعاء القريب، سنبكر فيها بإذن الله لتكون في محل درس الشيخ عبد العظيم بدوي في تفسير ابن كثير، تماما ستكون في تمام الساعة 4:30 من عصر يوم الأربعاء القريب، وهو تنبيه أوردته في البداية. أما درس فضيلة الشيخ عبد العظيم في تفسير ابن كثير فسيتأخر من القاهرة إلى الساعة 8:30 بمشيئة الله تعالى. أعتذر في الواقع أيها الأحبة، وهذا هو الاعتذار، عن قبول الأسئلة التي تطلب إعادات، لهم حق في الواقع أن تمكن من الوصول إلينا وهتفونا واستمعنا إلى أصواتهم، يعني الأخ علي وعدد من الأحبة وعبد القادر كذلك وغيره، يعني أرجو في الواقع أن يعذرونا لأن لنا حق أو لهم حق، هؤلاء الطلاب أكثر من 15,000 الآن وصل عدد منسوب الأكاديمية، وكذلك كل من يتابعنا عبر الشاشة، أن يعني نسرع معهم في حيثيات الشرح واستخلاص جميع مسائل هذا المتن في الفترة المحددة للبرنامج. أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم كريم المتابعة، وألتقيكم بمشيئة الله تعالى الساعة 4:30 من عصر يوم الأربعاء القريب إلى ذلك الحين، أدعو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى حسن الطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.